يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: التورك سنة، فمتى يشرع ومتى يأثم من يقوم به، وما هي حدود الأذى به؟ الإثم ما يأثم بالقيام به لأنه من المشروع في الصلاة، ولكن هو التورك، يقول التورك هو أي نعم شيخ التورك إنما هو في الصلاة اللي فيها جلستان، تشهد أول وتشهد ثاني، يكون التورك في التشهد الثاني، التشهد الأول يكون فيه افتراش. أما الصلاة اللي ما فيها إلا جلوس واحد مثل الفجر، هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه لا يتورك فيها وإنما يفترش. نعم. وإذا كان يتأذى جيرانه بذلك فهل يأثم؟ لا، ما يضايق الجيران، لا ما يضايق الجيران، إذا كان إذا تورك التشهد الأخير يضايق الجيران لا يفترش. نعم.